مساء النور، مرحبا بكم من جديد في الجزء الأخير من رونديفو نوف. سعداء جدا باستقبال سي صدري بن عزوز نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي. مرحبا سي صدري. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. برشا حديث على القهوة والقهاوي وأصحاب المقاهي والبن والاختفاء هذه المادة وعودة ظهورها وعديد الإشكاليات، وحتى أنه كانت فما مقترحات طفت إلى السطح و عنا لمحالة مستجدات منذ قليل جت بخصوص إمكانية منح بعض الخواص توريد القهوة، تو نرجعوا لها تباعا، لكن نسمع توا تقرير آمنة ونتفرجوا في تقرير آمنة سليتي حول أشكال النقص في مادة القهوة والحلول. سجلت تونس في الفترة الأخيرة افتراباً ونقصاً في البن وسط تطمينات من وزارة التجارة بقرب توريد كمية كافية. وفي تعليق حول اصطفاف المواطنين التوابير على مادة القهوة، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن العرض يتحسن من يوم إلى آخر. نتصور العرض قاعد يتحسن يعني من يوم إلى آخر، إن شاء الله المظهر هذا ما يكونش موجود في الأسابيع القادمة وتكون معناها سحابة صيف. ووفق إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، أظهرت ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35%، ويصل معدل استهلاك الفرد منها إلى 1.4 كيلوغرام سنوياً، ما جعل تونس في الرتبة السابعة عربياً في ترتيب أكثر الشعوب العربية استهلاكاً للقهوة. ويحتكر الديوان التونسي للتجارة مهمة توريد وتوزيع مادة البن إلى جانب السكر والأرز والشاي. ونظراً للوضعية المالية للديوان التي تأثرت بارتفاع الأسعار العالمية مما أدى إلى تسجيل صعوبات في الإيفاء بتعهداته المالية، أعلن ممثل الديوان خلال مناقشة الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 أنه سيتم إسناد استثناء للخواص لتوريد كمية محدودة لمادتي الشاي والقهوة، وهذا الاستثناء هو ظرفي ومتحكم فيه ولن يساهم في ارتفاع أسعار استهلاك هاتين المادتين فضلا عن مساهمته في التقليص من التهريب، وفق ما أكده ممثل الديوان التونسي للتجارة. تعاني البلاد منذ مدة من نقص بعض المواد الأساسية على غرار السكر والبن والزيت المدعم والأرز والشاي، حيث يفتر المواطنون إلى الوقوف ساعات في طوابير للحصول على حاجتهم. والسؤال الذي يطرحه الكثيرون اليوم، لماذا يستمر هذا النقص؟ هل يكمن السبب في سوء التخطيط والتحكم في السوق الداخلية أو في سياسات التوريد؟ باهي، المستجدات هي ما تتوقفش صدري، نعرفوا انه تطورات ديما موجوده خاصه في هذه الملفات، وملف القهوه والبطاطا والدواجن وعديد الملفات اصبحت حديث الساعه. فانه كنا نسمع في تقرير امنا سليتي وانه ديوان التجاره متوجه نحو او يقترح انه يتم تمكين الخواص من توريد القهوه بصفه والشاي بصفه ظرفيه، لكن هذا المقترح سقط في لجنه الماليه. اكد نائب رئيس لجنه الماليه بالبرلمان عبد الجليل الهاني أن الفصل المتعلق بتوريد القهوة في ميزانية 2025 قد سقط بالتصويت في لجنة المالية، كما تم رفض مقترح الموردين بالحصول على نفس امتيازات الديوان الوطني للتجارة، وعلى الحكومة قال إعادة صياغة هذا الفصل، كما سقط فصل آخر يتعلق بتوريد السيارات الكهربائية والهجينة. أول حاجة ساعة رؤيتكم لاحتكار ديوان التجارة معناها توريد القهوة. سي صدري، اليوم أنتم معناها متعاملين مباشرين مع هذه المادة وتعيشوا بها هي تقريبا. صحيح. بون، بالنسبة لنا احنا كأصحاب المقاهي في الغرفة الوطنية حكينا برشا على الموضوع ذاك، وتعرفوا معناتها هذيك المادة الأساسية معناتها باش القهواجي يخدم كان القهوة. احنا شوف معناش اشكال اذا كان السلعه تبدا موفره في أي؟ كامل الجمهوريه، اذا كان معناتها كل قهواجي يلقى السلعه موجوده في عند الموردين ولا عند اي شركه اخرى، تكون من الدوله ولا تكون من الخواص، بالنسبه لنا احنا ما يخصناش، هذاك مهمه الدوله مش مهمتنا احنا. لكن اليوم نلاحظوا لي افكتيفمون فما نقص فما نقص، وصاحب المقهى اليوم مع الأسف يلقى شوية صعوبات باش يخدم يوميا. في التوزيع فما نقص،
في بعض الولايات معت بون في المدن معت موجود بيزو موا مي في الديستريبيسيون في الارياف وفي في خارج المدينه فما برشا قهوجيه ما يخلطوش ما تخلط لهمش السلعه دونك يلزموا باش يلقاو طريقه اخرى باش يلقاو كيفاش يخدموا. كيفاش اثر عليكم هذا سي صدري النقص نتاع البن؟ في تعب زيت على خاطر قبل كانت معت وقت نقول قبل معت عند مده ديجا مع تحت نعانيو في الوضعيه هذه اما قبل كانت فما مع التوزيع مع عادي من عند الموزعين اللي هما يجيبوا لك سلعه للمحل نتاعك ودوريات وغيرها حتى في الكلفه ولا السعر اليوم برشا مقاهي اضطرت تشتري المهرب ب 40 دينار الكيلو واكثر حتى ب 42 و43 اكيد اذا كان فما نقص معت في القهوه اكيد القهواجي باش يتلفت السوق الموازي مع الاسف وصحيح في السوق الموازي يلقاو مع سلع مع جاي من برا من الجزائر الاكثريه فهمت بسعر كما قلت انت من 40 و50 دينار هذا طبعا ياثر برشا على المربوح نتاع القهوجي اللي هو مستانس يشري في القهوه ب 19800 صارت زياده اخيرا من وزاره التجاره معت ردوات 34 دينار و500 اللي هي معت السلعه هذيك ماهيش موجوده بكثره دونك الاكثريه القهوجيه معت يشريوا الكيلو ب 37 دينار اذا كان لقاوه زاد اذا ما لقاوش يتلفتوا غير السوق الموازي اللي هو معت يقع اسعار معت غريبه شويه وهذا طبعا ان شاء الله يكون حل وقتي على خاطر اذا كان باش نواصلوا بالطريقه هذه مع المشاكل نتاع القهوجيه خاطر القهوجي مع الاسف يعاني في وضعيه صعيبه ياسر مده سنوات من اذا كان نرجعوا للتاريخ شويه بالتوالي معناتها من كورونا وانت طالع فهمت بعد كورونا معناتها كما تعرف مع القرارات كلهم اللي خرجوا ضد القهوجيه باش رفع كراسي وتسكير او جايين هذيك بعطيك رفع الكراسي دونك في الكورونا نحكي اي ليه حتى تو دونك وزاد معناتها فترة عمناولين زاد الحليب نقص وبعد السكر نقص يعني هذا الكل خلى معناتها القهواجي يلقى صعوبات مش كما قبل كما تو حتى في المربوح نتاعو خاطر كما يلقاش سلعة كما قلنا يشريها بالغالي كما السكر كما التاي كما غيره هذا معناتها مع الأسف يأثر برشا طبعا على القطاع هذاك اللي هو نذكر اللي معناتها في كامل الجمهورية فما حس تقريبا 20,000 مقهى في كامل الجمهورية منهم 80% وممكن أكثر قهاوي شعبية وهما ممكن أكثر هو اللي معناتها يتأثروا بالوضعية هذه مادام فما النقص هذاك وزيادة في الأسعار ومع الوضعية بتاع البلاد اليوم احنا في أزمة صدري قديش يد عامله عندكش تقديرات في المقاهي قديش؟ فما حسب تقريبا 120 الف عامله في عند اصحاب المقاهي بقى ما ننساوش فما زاد معناتها برشا قهاوي اللي حلوا بطريقه غير قانونيه عشوائيه دونك سي صدري انا عندي رقم يقول ان 56% من القهاوي هي عشوائيه ينجم يكون هذا رقم معناها ينجم يكون استقيته ينجم يكون معناتها 20000 اللي ذكرتهم 20000 المقاهي اللي ذكرتهم هما القانونيه فما ممكن ياسر 20000 اخرين اللي هما حلوا بطريقه غير قانونيه بالاخص بعد الثوره فهمت هي معناتها تكونت معناتها حاجات اللي مالوريزمون معناتها هذا القطاع يلزموا يتنظم شويه خاطر يكثروا معناتها القهاوي قلق للقهوجيه اللي هما مستانسين يخدموا بطريقه معينه يلقاو معناتها تجار ومعناتها حل معناتها قهوه زاد كيف هذا يقلق طبعا ويلزموا معناتها نلقاو حل في الموضوع على خاطر حكينا فيه دقيقه قبل معناتها ذكرنا الموضوع مع السيد الوزير التجاره اللي يلزم رقبه وراه يلزم رقبه وراء الموضوع هذاك باش طبعا كل قهواجي يلزم يطبق كراس الشروط اي مالوريزمون اليوم فما شكون يثبت يلتزم بهم وفما شكون ما فماش وراها معناتها رقبه فهمت ولذا شكون باش يراقب احنا كغرفه وطنيه نجمو كان نقوموا بدور تحسيسي ما نجموش نكون مراقبه دونك الرقبه هذيك
لازم الدوله هي تشوف معناتها كيفاش الكراس الشروط هذاك يكون مطبق على كل قهواجي كما كان قبل. معناتها واحد يحب يحل قهوه وياخذ ترخيص في القهوه يلزم يتعدى بموافقه الولايه. اليوم لا، اليوم قهواجي يمشي للقبادة يقول عندي كونتراتو نتاع كريم نتاع محل يحلوا له باتين ده يولي قهواجي. هو سي صدري بمناسبه حديثنا عن نقص نتاع ماده القهوه، يعني حبيت نعرف عندكم ايش تقديرات نتاع الاستهلاك السنوي نتاع القهوه التونسيه، قديش من طرنات نستهلكوا، وهل الديوان الوطني للتجاره بقى يستهلك بنفس الكميه اللي كان يستهلك بها استغفر الله العظيم يستورد بنفس الكميه اللي كان يستورد فيها السنه الماضيه والا لا؟ يعني خاصه راهو شوف كنا نحكيو فيها الديوان الوطني للتجاره كان يستورد في القهوه لانه يربح منها راهو نسبي تو الاسعار عليه برشا عبء عليه. اول حاجه ارتفع سعر القهوه، وانت تعرف الاستيراد المواد اليوم وعمليات الشحن وخاصه المشاكل في باب المندب والكلفه نتاع الاستيراد ولات مرتفع. حبيت نعرف هل خفضنا في كميات القهوه، الدوله خفضت في كميات القهوه المستورده والا بقات هي بيد؟ الارقام هذوك من جمعتهم لك وزاره التجاره، احنا ما عنديش عارف بالضبط ما عاد قداش يجيبوا. قبل كان يجيبوا حس تقريبا 30 طرناطه في العام، يعني هو كان يكفي للكامل الجمهوريه لكامل القهوجيه. كما قلنا اليوم فما زياده في اصحاب المقاهي وفما القهوه العشويه اللي حلوا، دونك اوتوماتيكمون الطلب كثر، دونك مفروض ما عاد تكون مع لامبورتاسيون تكون دوبل. ما تصورش كان الوقت حاضر مع هذاك اللي صاير حسب ما نشوفه ما في السوق. سي صدري انتم المبادره هذه اللي اقترحها ديوان التجاره بانه امكانيه منح انه الخواص يوردوا القهوه بهكا معناها امتيازات جبائيه او امتيازات معناتها تقارب معناتها كيف الدوله، كنتوا تنجموا تراو فيها حل؟ هذه كانت نجم تكون حل ظرفي في مساله توريد الشاي والقهوه قبل ان تسقط في لجنه الماليه طبعا. صحيح. بون احنا بالنسبه لنا احنا كما قلت لك وفرونا السرعه. ما يهموش يجيبوها الخواص ولا الدوله؟ الخواص. اليوم صحيح نقاو معناتها ديوان التجاره نعرفوا عندها صعوبات ماليه، دونك مالوريزمون اليوم في السوق العالمي معناتها سوم القهوه طلع معناتها في عامين بركه معناتها محسوب زاد 60% معناتها مش شوية. باعتبارك فاعل في القطاع كيفاش تراها؟ هل ترى انه حل انه يمكنوا الخواص من استيراد القهوة ولا؟ بالنسبة لنا احنا ينجم يكون حل. علاش؟ على خاطر اولا الخواص اللي نحكوا عليهم معناتها عندهم خبرة كبيرة معناتها ينعفوهم المحال، ينجم يكون خواص جدد معناتها يدخلوا في العملية، أما الخواص اللي ينعفوهم عندهم خبرة كبيرة في الدومين، يعرفوا شنو نوع السلعة اللي نجموا يجيبوها، نجم يكون سلعة مخير مش بالمفروض يكون ارخص، خاطر هما طبعا يكون فما كاليتي خير اكيد يكون معت اغلى شويه، لكن ينجم يكون معت في الوضعيه هذه ربما يكون مستحسن اذا كان فما نقص من وزاره من الوسيطيه ديوان التجاره، يلزم معت طبعا نلقاو حل ربما مع الخواص. شنو الامكانيات وشنو اللي عندهم وشنو القانون اللي باش يجي وراه وقداش باش يخلصوا في الديوان ولا تاكس ولا غيره ولا غيره، بون هذاك مش مهمتنا احنا. اعطينا بركه بالنسبه لنا احنا وفرونا السلعه، خلوا القهواجي يلقى كيفاش يخدم، على خاطر اذا باش تطول العمليه من النوع هذه ما تصورش كان القهواجيه باش يقاو حسابهم، بالاخص للسوم طلع معناتها كما قلنا معناتها برشا وخلى معناتها صاحب المقاهي اليوم ما يلقاوش الربح اللي كان عندهم قبل. سي صدري اليوم كما قلنا احنا الازمه هذه معناها مرتبطه بامور عالميه وبعديد الظروف اللي تشهدها المنطقه. أكيد. وغلاء الاسعار في العالم الكل. معناها في حال ربما توصلت الازمه هذه ممكن مرشح ان نشوفوا اكثر زيادات في سعر القهوه مثلا؟ شو بالنسبة كما قلت معناتها هذاك مربوط بالسوق العالمي. واحنا في الغرفة الوطنية وحتى كلنا وطنيين معناتها أنتم زاد كيف ما تصورش كانت ما نحبوش معناتها الدولة تخسر. ما نحبوش لي زامبورتاتور يخسروا فلوس وما نحبوش زاد معناتها القهواجي يخسر فلوس. ولذا إذا كان باش تزيد سوم القهوة احنا ملزومين باش نتبعوا مع السوق العالمي. اوتوماتيكمون القهواجي باش يلقى حسابه يلزمو
يعلي شويه في السوق نتاع القهوه. وحنا عملنا داير معناتها اجتماع في الموضوع هذاك شهر التالي باش نشوفوا معناتها على حسب الزياده اللي قررتها معناتها وزاره التجاره قداش يتكلف معناتها الفنجان نتاع اكسبريس زياده على 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 قبل نقاو فما 200 فرنك زياده بارابور السوم اللي كان ياخذ به معناتها الشهر التالي فما 200 فرنك زياده في التكلف نتاع البرودوي. ولذا القهواجي اليوم حر يحب يزيد 200 فرنك اللي هي معناتها تكلف باش يقعد ديما المربوح نتاعو هو بيدو كيما ينجم ما يزيدش يتحمل هو معناتها الزياده هذه كيما ينجم معناتها خاطر تو الاسعار حره دونك القهواجي ينجم يبيع بالسوم اللي حب عليه ما فماش معناتها مش مسعر مع عند وزاره التجاره. احنا نعرفوا اللي ديما في الدور التحسيسي نتاعنا نعرفوا اللي معناتها القدره الشرائيه نتاع المواطن الوقت الحاضر معناتها صعيبه والقهواجي لازم يفهم زاده اللي المواطن هو الحريف نتاعو صحيح. ولذا اذا كان يزيد ياسر في السوم ربما الحريف ما عادش يجي. اما سي صدري زاد ما ننكرش ربي عندنا خبر عاجل لو تسمحوا لي جينا من الاعداد من عواطف الدوحة للاسف اصابه 15 عامله في لحيه في العيون من ولايه القصرين اثر حادث مرور اصابات متفاوته الخطوره وتم نقلهم الى مستشفى سبيطله ومستشفى تالا والمستشفى الجهوي بالقصرين والسياره اللي نقلتهم هي اللي عملت حادث مع سيارة أخرى والوالي وللجهة يتابع في حالتهم توا في مستشفى القصرين على عين المكان للأسف. هذا خبر عاجل نسخوه يجينا توا نتمناه السلامة للعاملات الفلاحيات وأكيد أنه باش نرجعوا للموضوع بأكثر متابعة غدوة في رونديفو نوف وإلا توا من هنا لمحلة قريب توفى الليميسيون أما أكيد باش نرجعوا نتابعوها بكل أسف الأحداث قاعدة تتكرر هذه و نتمنى الشفاء والسلامه للعاملات المصابات. فضل سي صدري سامحني قصيت عليك. وي دونك معناتها اليوم صاحب المقهى معناتها حر باش يزيد في الاسعار ولا باش يخلي الاسعار كما كان هو داير معناتها نلاحظوا ملي صارت الزياده هذيك نتاع الكيلو القهوه معناتها بالنسبه لاصحاب المقاهي ونذكر الزياده هذيك تخص كان اصحاب المقاهي ما تخصش معناتها العائلات والمواطن خاطر المواطن يلقى السوم كما كان قبل كيمشي يشري الكيلو قهوه. دونك الزياده هذيك معناتها تكون مقبوله باش ما يكونش معناتها الحريف نتاعو يبطل ويولي يشري واحد القهوه يحطه في ترموس يمشي يشربها في داره هذا لازم نكون واعيين بالحكايه هذه. سي صدري عندكم كما قلنا 56% حسب ما قريت انا وتابعت من المقاهي هي مقاهي عشوائيه وانتم الغرفه اللي تمثل المقاهي القانونيه اللي ملتزمه بكراسه الشروط واللي واضحه المقاهي هذه تنافس المقاهي القانونيه في المواد تستعمل في السكر في البن في الحليب في كل المستلزمات اللي يتطلبها المقهى وزيد على هذا اغلبها زاد خارف القانون حتى القوانين الأخرى مثلا قوانين المساحات المخصصة لها قوانين استغلال الرصيف اليوم نعرفوا إشكال كبير وأنه القهاوي معناه يحطوا الكراسي على التروتوارات والمواطنين يضطروا أنهم باش يمشيوا بين الكراهب لأنه ما فماش تروتوار. فاليوم أنتم كغرفة معناتها عندكم مسؤولية وعندكم تمثيلية وبلاصتكم في القطاع كما نقولوا شنو تحركاتكم باش تجابوا هالظاهرة هذية وباش تخليوا من قطاع المقاهي قطاع ريادي يحترم القانون ويحترم المواطن ويكون وجهه جيده سواء كان للتونسي والا للسواح. شوف كيما قلت لك قبيله راهو فما كراسي الشروط لازم يتطبق اللي خالف القانون ولا اللي يقوم بالتجاوزات يتحمل مسؤوليته. باهي طبعا اليوم يلزم وراها معناتها رقابه. الرقابه هذه شكون من البلديه من الشرطه من الوزاره الداخليه ولا غيرها باش نشوفوا جوستومون هذوما القهاوي العشوائيه هذوما اللي ما يطبقوش القوانين وما عندهمش معناتها المواسفات نتاع الشروط في وضعيه الصحه ولا غيرها ولا غيرها ولا ديباسمون في التراس هذاك كل معناتها لازم يتنظم طبعا احنا معناتها موجودين هنا باش نعاونوا معناتها السلطه في الاتجاه هذا وباش القهواجيه كما قلنا اللي هما معناتها في امور قانونيه هما ينجموا يخدموا على راحتهم ويخليوا زاده كما قلت الحرفاء ولا لي باسون يتعداوا
من غير ما يتقلقوا وناس كل تخدم على روحها وناس كل اي بالضبط. خاطرني نعرف اصحاب مقاهي يتشكاو من المقاهي على مستوى مثلا هادي نويره حي النصر معناتها يقول لك ان المقاهي العشوائيه اللي جات وتستغل في التراس اللي هي بطريقه غير قانونيه معناتها اللي يتشكاو هم اصحاب مقاهي قانونيه معناتها يقول لك اللي احنا الخدمه تحت و معناتها الوضع هذا مقلقنا احنا ندفعوا في الاداءات وملتزمين بالقانون ونحترموا في القانون ونلقاو انه فما ناس تجي تحل من غير ما تطبق القانون ورغم ذلك لا يطبق عليها القانون. تفضل بسام. هو شوف مسألة الاحتكار ما تسلتش كثير القطاع هذا لأنها مادة مستوردة وما نجموش يحتكروها خاطر فما نقص كبير، لكن فما لاحظنا أن احتكار الموزعين اللي وزعوا على المقاهي في السيارات للأسف الشديد أحيانا يضطر صاحب المقهى أنه يدفع أموال لذلك الموزع باش يعطيه وباش يجيب له البن متاعه. هل لهنا غرفة أصحاب المقاهي نبهت الشركات الموزع للمسألة هذه وإلا لا؟ خسر راوي تشكاو منها برشا أصحاب مقاهي. والسؤال الآخر حبيت نعرف النظام الجبائي اللي ولا معتمد مع المقاهي كيفاش تقرأوه؟ بون بالنسبة للموضوع الأول احنا بينا نسمعوا بحاجة من النوع هذاك، ما عندناش كما قلت لك السلطة على الموضوع هذا على الأقل تنبهوا أو تضغطوا. إي طبعا بون في كل حاجة اللي هي غير قانونية ماهيش معقولة. يعني احنا أنا بيدي تو مثلا مع كرئيس غرفة يعرفوا مع الموزعين أنا مع في الوضعية هذه والنقص نتاع البن الوقت الحاضر ناخذ كان زوز كيلو في النهار مثلا، فهمت؟ وأنت تعرف سي صدر ياخذ زوز كيلو هما سومهم مثلا 30,000 يدفع عليهم 20,000 للليفرور باش يجيبهم معمول به. هذا موضوع ما نقولش ما يخصناش، لكن إذا موجود ما يلزموش يتوجد، والطريقة باش ما يتوجدش هذاك يلزم رقابة مع عند الموزعين معناتها اللي هما معناتها يعرفوا معناتها الخدمه نتاعهم باش يعملوا باش ما يعملوش. اذا كان فما تجاوزات من النوع هذا لازم هو ياخذوا معناتها الاجراءات اللازمه ضد الموضوع هذا. وبالنسبه لنظام الاستخلاص الجبائي كيفاش تقراوا ريجيم ريال؟ هذاك اشكال كبير بالنسبه للقهوجيه، خاطر من المشاكل نتاع القهوجيه فما مشكله الاجتماع النظام الجبائي يعني هما دخلوا في الكاسه هذيك اللي تسجل خلي عاد من الكاسه هذيك هذيك ويني هذيك هذاك بون نبداو تسجل العائدات موضوع هذاك النظام التقدير والنظام الحقيقي اشكال كبير لاصحاب المقاهي، خاطر كما تعرف كانوا قبل في النظام التقديري اللي هو مع كل عام مع يمشيوا يخلصوا الاداءات الفورفي نتاعهم في القباضه، واليوم يلقاو صعوبات باش يعملوا ديكلاراسيون نتاعهم على خاطر النظام الحقيقي في النظام الحقيقي على خاطر لي فونيسور نتاعهم ما يعطيهمش فاتورات ما يعطيش فاتوره يشيل الفحم مش مثل الفاتوره، حتى كي يعطي فاتوره ماهوش معسل المهرب ولا معسل كيف والبن مهرب ساعات البن السكر وغيره وغيره. دونك انا شنو نقول في هذا الكل باش يوصلوا مع اصحاب المقاهي ينجموا يكونوا مع يتبخوا مع النظام الحقيقي لازم ساعه قبل السيركوي ديستريبيسيون كله يكون منظم منظم، سينو ما عملنا شيء، خاطر يلزم معت مثلا كما صاير تو معت المحال شويه تفاعل مع بعض الجهات مع وزاره التجاره وال في الموضوع هذاك اللي يعاونوا في اصحاب المقاهي يعطيهم معت بعض المكان معت لي غروسيست اللي نجم يصير ما عنده معت السلعه السكر وغيره وغيره مع فاتورات باش نجم ربما معت يلقى روحه في الموضوع هذاك. الكاسه الكاسه نحكيوها يحكيوا فيها نحكيوا فيها دوبوي يظن لي معناتها 5 سنين ولا 6 سنين نستناو فيها الكاسه مرحبا بها الكاسه. بون اذا بقى جوست حاجه وحيده علاش كان عن القهوجيه والمطاعم حسب ما فهمت من القانون، اذا كان معناتها هذا باش تراقبوا معناتها المداخيل الجبائيين معناتها فهمت هذاك واضح لازم يتعمل للناس الكل. علاش المقاهي برك كما قلت لك فما معناتها الاحوانت المعاش الحماس غيره وغيره الباتيسري سونتر ديستيتيك اللي ما نعرفوش قد اسمه احنا معاه ما فيها باس لازم يكون معناتها كما يقولوا
كل شيء واضح. تونس كان لازمها كاسات. تحسروا القهوه العشوائيه قداش وقت اللي تصير فما كاسه وقتها. اليوم زاد احنا تو في المقاهي الشعبيه تو تسترخى في السالون دو تي خاطر بالتيكي، في المقاهي الشعبيه الكاسه كيفاش تخدم؟ اي خاطر فيهم برشا يخدموا في المقاهي الشعبيه، فيهم برشا عشوائيين. لا مش حتى برا عشوائيه، معناها مقهى شعبي معناها يخدموا برشيما. هي نوع من انواع الرقابه الجبائيه اللي كان معناتها احنا نحكيو عليها تويكا عندنا سنوات كيف ما قال سي صدري. حبيت نسالوا الموضوع هذاك وين وصل معناتها، هل فما جديد في هذا الخصوص ام لا؟ نستناو معناتها اذا كان باش يقرروا باش تولي معناتها كيكا. بون احنا طبعا معناتها ما نجموش نخالفوا القانون، احنا معاه يعطينا بركه كيفاش لابليكاسيون نتاعها كيفاش تصير، شكون باش توزعوا معناتها الكاسات هذوما على 20,000 خاصه المقهاوي الفاخره هذيك برشا سي صادق، في مقهاوي فاخره 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 معناها ملي بدرجه لازمها اربع كاسات، درجه رهيبه اربع كاسات. نعملوا لهم كاسه كبيره بون كل واحد الحجم نتاعو في اماكن معينه معناتها المقاهي حتى المستوى وسعر المشروبات فيها معناتها خيالي، وسعر الاطباق خيالي، وتحس معناتها روحك دخلت بلاد اخرى، فهمتني؟ هذاك علاش الكاسه يبدو انه ممكن تكون تنصف القهواجي زاده. يسهل الامور برشا حتى الاعوان القباضه معناتها يسهل الامور برشا. خيما يقعدوا معناتها يثبتوا يعملوا ريدريسمون ولا غيره، داير الموضوع هذاك معناتها فما برشا القهوجيه معناتها عملوا لهم معناتها ريدريسمون، فهمت؟ والحسبه نتاعهم معناتها مع الاسف سوفون غالطه، على خاطر يحسبوا لك مثلا قداش عندهم كراسي، قداش عندهم طواول، قداش عندهم بون. هذا ما يعطيش الصحيح، ما يعطيش الصحيح على خاطر كيما تعرفوا اليوم في ازمه اقتصاديه. دونك ينجم يكون واحد عنده تراس كبيره فهمت ويجي كليون برك معناتها في النهار، دونك باش تحسب هكاك معناتها يسمى معناتها ظلمته وماهوش معقول باش تصير مع حكايه. نقولوا احنا حساب عشوائي معناتها مش كيف ما حساب بالماكينه. ولا وقته ربما معناتها السيستم هذاك نتاع الماكينه يولي يحسر بكذا معناتها افكتيفون المداخيل نتاعهم وغيرها. لكن كما قلت لك معناتها نرجع لموضوع الفاتورات، خاطر اذا كان باش تراقبني على قداش دخلت فلوس في النهار، واذا ما عنديش انا فاتورات قداش صرفت باش تردها كلها معناتها مربوح. اذا كنت ردها كلها مربوح مع السيسي معناتها برشا القطاع محتاج برشا تنظيم سي صدري، خاصه وانه في السنوات الاخيره هو دخل عليه معناتها انتم الصناعيه كما نقولوا احنا بلغتنا الدارجه اصحاب الصنعه، دخلوا عليكم برشا تجار وبرشا رجال اعمال وبرشا رجال اعمال بن ظفرين معناها، وفما حتى هكا شويه نحكي ورا شويه مهربين شويه معناتها اقتحموا القطاع هذايا بمقاهي فاخره وفضاءات فاخره اللي هي ومن غادي المقاهي العشوائيه اللي هي في الاحياء الشعبيه. والمساله هذه نتاع الفاتورات والمساله نتاع عديد الاشياء ربما مع القطاع هذايا اللي شغل الالاف من التوانسه واللي هو قد قطاع حيوي ومهم يحتاج الى التنظيم اكثر، ويحتاج ربما حتى انتم زاد اللي انتم تدفعوا اكثر نحو التقنين ونحو مزيد التنظيم اكثر لهذا القطاع. سي صدري بن عزوز نائب رئيس الغرفه الوطنيه لاصحاب المقاهي، شكرا لك كنت بحذانا الليله. رونديفو نوف لليله وفات، ملتقانا غدوه في نفس الموعد وديما على نفس العنوان أكيد قناة التاسعة. تصبحوا على خير.